شارع النهار، اهلا بكم. كل سنه وكل الامه الاسلاميه بخير. رجعنا لكم مره اخرى بعد عيد الاضحى المبارك، بعد ما اجزنا في العيد وتابعنا بالامس مباراه، او اول امس مباراه مصر مع بوتسوانا. وانا عايز ابدا البرنامج فيما يخص هذا اللقاء، واتكلم بعد كده على الاهلي وعلى الزمالك وبعض الموضوعات. طبعا بحكم ان الماتش كان يوم جمعه واحنا مش بنتابع المباراه، ان احنا ما بنطلعش يوم الجمعه كبرنامج شارع النهار. طبعا في برامج اخرى ممتعه استمتعنا بيها اكيد في تحليلات لهذا اللقاء مع زملائنا في قناه النهار، محمد عباس وكريم وغيرهم من الزملاء. قلت لما اجي ابدا الحلقه النهارده بتكلم من وجهه نظر برنامج شارع النهار، لان احنا متعودين معاكم على الصراحه. لاحظت ان في كل او في اغلب البرامج وفي اغلب الكلام من قبل النقاد ومن قبل البعض ومن قبل مقدمي البرامج اللي انا بحترمهم جدا وكلهم اخواتي واساتذتي وعلى عيني وراسي من فوق، يعني حسيت ايه، مصر فازت وطبعا الحمد لله ان احنا كسبنا، ولكن المغالاه في الفرحه او ان مصر عملت اللي ما يعملش علشان كسبنا بوتسوانا، مركز شباب بوتسوانا او ايا كان القصه، حسيت ان في شويه مبالغه في الفرحه. والله وعملوها الرجاله، انا فاهم ان والله وعملوها الرجاله دي كانت لما احنا بناخد بطوله افريقيا، لما كنا نكسب كوت ديفوار بالاربعه، ولما كنا نكسب نيجيريا، نكسب اي فرقه غانا، اي فرقه بنلعبها بنكسبها، فده كان طبيعي جدا. والله وعملوها الرجاله ونقعد نغني وننزل الشارع ونرقص ونهلل ان منتخب مصر بيكسب بطوله افريقيا مثلا. ولكن ان احنا نكسب بوتسوانا ونشعر المشاهد او المواطن المصري ان القصه كلها كانت في ان الدوري المصري يا جماعه لسه ما بداش، فعلشان كده انا في الاخر وصلت للتوليفه. طيب السؤال الثاني هو مش ممكن اي 11 لعيب لو فرقه الرجاء دي لو راحت لعبت بوتسوانا ما تكسبش بوتسوانا هناك؟ يعني بالمستوى اللي احنا شفناه، انا بتكلم بمنتهى الصراحه وده كلام ناس كثيره جدا. القصه كلها احنا فرحانين كمصريين ان منتخب مصر كسب، ولكن الواقعيه في التعامل مع قضيه المدير الفني او قضيه الاعداد لمباراه السنغال وتونس واللي حصل فيها، وازاي فرطنا في 6 نقاط، ومين السبب في التفريط في ال6 نقاط اللي خلانا في وضعيه النهارده بنتكلم على احسن توالد، وبنتكلم ازاي ممكن نوصل كاحسن توالد، والصدمه اللي احنا صدمناها لما عرفنا ان الجواب اللي جه من الاتحاد الافريقي ان تحديد المركز الثالث هيتم على نتائج الفريق الثالث مع المركز الرابع. يمكن طارق الادور او دكتور طارق الادور كان موجود امبارح، والنهارده في كتير من برضو الاعلاميين اتكلموا في هذا الامر، وفي ناس اختلط عليها الامر واتكلمت على مواقف الفرق والمجموعات الاخرى، وان ازاي منتخب مصر لو كسب بوتسوانا، وان شاء الله نكسب بوتسوانا يوم الاربعاء اللي جاي ان شاء الله في دار الدفاع الجوي او في استاد الدفاع الجوي 30 يونيو بحضور 20,000 متفرج. بالمناسبه يعني ده خبر كده من ضمن الاخبار طبعا اللي ما يعرفش انا بقول له، يوم الاربعاء اللي جاي ان شاء الله. اللي انا عايز اقوله ان كل الناس اتكلمت وقعدت تتكلم، في ناس اختلط عليها الامر، احنا هنوصل ازاي؟ وقعدنا نجيب المجموعات الثانيه لما طبعا جه جواب الفيفا او جواب الاتحاد الافريقي وضح الامور. طبعا بالطريقه دي لو انا النهارده اتكلمت مع ناس كتير جدا من النقاد ومن الخبراء في مصر هيقول لك كده الموقف بالنسبه لنا مش سهل. ليه؟ لان بوتسوانا او مركز شباب بوتسوانا هو حصلت هذه المجموعة، يعني من الصعوبة بمكان ان بوتسوانا تتعادل ولو على ارضها مع اي فرقة، صعب جدا، فما بالك لما تلعب برا ارضها. هي لعبت مثلا مع تونس برا ارضها واتغلبت، الطبيعي انها هتتغلب من السنغال في داكار، وهتتغلب من مصر ان شاء الله يوم الاربعاء اللي جاي في القاهرة، فده الطبيعي. بخصم النتائج زي ما احنا عرفنا هيبقى موقف منتخب مصر موقف صعب جدا. اذا لما نيجي نتكلم على مباراة مصر مع بوتسوانا، ده الطبيعي، ده العادي ان احنا نكسب بوتسوانا، ده العادي جدا، قياسا للمستوى اللي احنا اتفرجنا عليه للمنتخب البوتسواني في هذا اللقاء. يمكن زي ما احنا متابعين فعلا الداخلية بتوافق على حضور 20,000 متفرج لمباراة بوتسوانا، وده مهم جدا. النهارده تابعنا مباراة الزمالك مع شباب القبائل، يعني اتفرجت على المباراة، مباراة كانت جميلة ومباراة لها بعد سياسي رائع جدا، وهتكلم على شوية كواليس تخص باتشيكيو اللي هو المدير الفني البرتغالي الجديد لنادي الزمالك، وإيه اللي قاله وهو بيتفرج على المباراة. يمكن في أكتر من مصدر قال لي شوية حاجات كده هقولها لكم، ولكن أنا عايز أرجع لمرجوعي في مباراة بوتسوانا. بالمناسبة برضو في المقدمة اللي أنا طالع بيها دلوقتي في البرنامج، عايز أحيي كل الإعلام الرياضي المصري كله
كل الصحفيين وكل المذيعين وكل من كتب وكل المواقع من زملائنا واصدقائنا على مواقع الانترنت. يعني كتير جدا بيهاجموا بعض المواقع وبيهاجموا بعض الصحفيين ويقول لك الاعلام بيدمر وبيوقع وبيعمل وبتاع. لا، انا عايز احيي كل الاعلام المصري الرياضي، لان التشكيل اللي قاله، اللعيبه اللي هو اقترحها، الخطه اللي الكلام اللي اتقال للكابتن شوقي غريب المدير الفني اللي انا راجل بحترمه وعلى عيني وراسي من فوق كمدير فني لمنتخب مصر، الكلام اللي الاعلام المصري قالوا عن طريق الخبراء اللي قعدوا في برامج واللي كتبوا واللي اتكتب في جرايد. الكابتن شوقي غريب شئنا ام ابينا هو طبعا راجل في الاخر هو اللي بيشيل الشيله، مش الاعلام اللي هيشيل الشيله، او مش هنقول الاعلام المصري برافو ان انتوا اللي حطيتوا الخطه، ولكن اسهامات الاعلام المصري في النصائح وفي ان مين اللعيبه اللي تدخل ومين اللعيبه اللي تالقت وممكن يعملوا ايه وممكن احمد فتحي يلعب فين ومش عارف يلعب بمين، والقناعات اللي كانت قبل كده بعلي غزال وحجازي، مع احترامنا لكل الناس ديت، النهارده بقى سعد سمير وبقى محمد نجيب، طب هم كانوا موجودين يا ابو الكباتن، وكانت الناس دي موجوده، والنهارده صبري رحيل بيلعب، لا بقى بيخش المنتخب، طب مين يلعب؟ طب عبد الشافي اصلا مصاب، طب مين البديل؟ ومش لاقيين بديل، ومش لاقيين في مصر كلها باك ليفت في مباراه السنغال وتونس. عموما الاعلام الرياضي المصري لعب دور كبير جدا في تهيئه مناخ للكابتن شوقي غريب عن طريق المشورة والنصيحة، وفي خبراء كبار جدا في حجم كباتن كبيرة جدا، مش عايز اذكر اسم واحد عشان ما حدش يقول ايه ده بيحب فلان وما بيحبش فلان، لا كل الخبراء على عيني وراسي واتكلموا فيما يخص مصلحة منتخب مصر وبين قوسين في مصلحة الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري. هناك تصريحات خرجت بعد انتهاء مباراة مصر مع بوتسوانا، وكانت هناك بعض التصريحات اللي هي بتعبر عن ما يدور في ذهن الكابتن شوقي غريب واللي جوه الجهاز والكلام اللي جوه البعض، وفي كانت بعض ردود الافعال الانفعاليه للي بيتقال في الكواليس، ان كان في ناس بتجهز نفسها انها تتولى مهمه المدير الفني لمنتخب مصر في حاله الاخفاق لا قدر الله للمنتخب الوطني المصري. ما فيش واحد في مصر يتمنى ان منتخب مصر ما يوصلش كاس امم، مستحيل. انا اول واحد بتمنى ان منتخب مصر مع الكابتن شوقي غريب يوصل لكاس الامم الافريقيه ان شاء الله القادمه، ولكن ممكن انا كواحد بطلع على شاشه بقدم برنامج، في واحد بيقعد هنا بنتكلم عشان في ناس بتزعل في اتحاد الكوره، ده مش منتخب مصر لاتحاد الكوره المصري، ده منتخب مصر كل المصريين، فمن حق كل مواطن مصري ان هو يتكلم. احنا عملنا مكسب كويس، خدنا 3 بونت، اكتر من كده ما نبالغش في الفرحه. عموما دكتور طارق الادوار لو نقدر نجيبه تاني يا جماعه برضو، يعني مش عيب ان احنا نجيبه تاني، احنا جبناه امبارح على يعني كان معانا، نجيبه تاني على التليفون او اي حد من اتحاد الكوره نتكلم معاه على قصه خصم النقاط. كابتن فاروق جعفر، محمود الشامي، هاتوا اي حد برضو نوضح للناس ايه القصه بالنسبه لفكره الصعود، لان احنا النهارده بنتكلم في يوم الاحد، فاضل 3 ايام على ماتش بوتسوانا. معانا كابتن محمود بكر. كابتن محمود بكر مساء الخير. يا خير يا كابتن جمال، كل سنه طيب. وانت طيب يا ابو الكباتن، اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. 100 100. اسكندريه اخبارها ايه؟ تمام، خريف حلو حبيبي يا كابتن. حبيبي يا كابتن. كابتن بكر، اكيد طبعا انت متابع طبعا، وانت واحد من خبراء الكره المصريه والشعب المصري كله بيستمتع بيك وبارائك في تعليقك على المباريات، وكلامك دلوقتي برضو مهم فيما يخص المبالغه. يمكن انا بتكلم شويه على المبالغه في الفرحه بعد الفوز على بوتسوانا وكاننا مثلا ايه جبنا كاس عالم. عايز اسمع بكر بقى بيقول ايه في المشهد ده. لا يعني انا عاوز اقول في المشهد ده من اوله ان فتحة خير كويسة. بعد لما شوقي غريب بدأ يحط ايده على عناصر طيبة. مجموعة من المهارات. نعم. الفردية. واخد بالك؟ مع عودة أكثر من لاعب إلى مستويات زي محمد صلاح. ساعدنا طبعًا تواضع الخصم، واخد بالك؟ أيوه. إنما اللي أنا عاوز أقوله إيه؟ إن إحنا لازم، أنا بقى لو شوقي غريب لازم استغل مباراه يوم الاربعاء الجاي. ايوه، احنا فزنا على بوتسوانا بالروح بالروح العاليه والمهاره الفرديه، خد بالك، وتواضع الخصم. خلاص، احنا بقى مطلوب يوم الاربعاء انك مش تفوز فقط، انما انا احضر لمباراه السنغال وتونس، واخد بالك؟ تمام. بمعنى ان انا يبقى لي اداء جماعي خططي ملزم، واخد بالك، باستغلال المهارات الموجوده. خلاص، مش عاوز انا ابقى فرحان ان انا كسبت، ما انا ممكن اكسب بس ما استفدش فنيا لما اقابل السنغال. خلاص. أيوه. يبقى بمعنى
انك انت لو لما لو اتفرجت على ماتش تونس والسنغال، المدير الفني اللي بتاع تونس راجل فاهم امكانيات السنغال. طبعا السنغال بتلعب في مساحات فاضيه كويس قوي، فهو حرمها من المساحات الفاضيه طول المباراه. أيوة. وخنق المباراه وقرب خطوطه وخد اللي عاوزه ومشي وخد نقطه، خد البونت وجري. الله ينور بفهمه للخصم. احنا هنلاعب السنغال، مطلوب مننا احنا نكسب وندافع مع فريق قوي، فبالتالي لازم انا احضر فريق من اللي لعبه وادعم والزم اللعيبه بناحيه خططيه وجمل خططيه واخد بالك ينفذوها يوم الاربع. ممكن انفذ 30%، ممكن انفذ 40 لان الوقت قصير، انما يبقى لي شكل جماعي خططي. المهارة الفردية هي اللي تساعده. تمام يا كابتن. اقدر اقوله للكابتن شوقي غريب ان شاء الله. تمام يا كابتن. انت بصفة عامة يا كابتن ازاي استقبلت فكرة ان اللائحة بتقول زي ما عرفنا النهاردة وامبارح ان اللائحة بتقول ان تحديد الفريق الثالث، احنا طبعا بنتكلم على مركز ثاني ونتمناه، بس طبعا الموضوع مش سهل. انت عارف طبعا ان انت بتخصم الثلاث نقاط بتاعه بوتسوانا دي، لان اعتبر ان ماتش السنغال مع بوتسوانا دي نزهه بالنسبه للسنغال اكيد، واكيد برضو بالتبعيه مباراه تونس بالنسبه لبوتسوانا مباراه سهله وبالنسبه لنا. فاحنا دلوقتي بنتكلم ان السنغال مثلا 10 بونت، وبنتكلم دلوقتي ان تونس بقت 10 بونت، بان انت بتضيف لهم الثلاث نقاط بتاعه بوتسوانا، واحنا قول 6 بونت. فكرة تحديد بقى المركز الثالث بخصم النقاط من المركز الرابع ده بيبعد شوية فرص منتخب مصر من وجهة نظرك؟ لا، هو كويس اللي انتوا اثرتوها، كويس اللي اثرت الموضوع ده عشان اللعيبة والجهاز الفني يبقى عارف ان الموضوع مش نقاط فقط. الموضوع انك انت عايز تخش مع الكبار، يبقى لازم تكسب الكبار، تكسب كله. ايوه واخد بالك، فبالتالي كويس ان الامور اتنورت بدري، وبالتالي يبقى عليك انك بتلعب مباريات كؤوس المباريات القادمه. ايوه واخد بالك، مع استخدام بتسوانا لرفع المعنويات. تمام. طيب كابتن بكر، انت نصحت الكابتن شوقي نصيحه عامه ان هو راجل يبقى عينه على مباراه السنغال ومباراه تونس من خلال مباراه بوتسوانا، هل في اي حاجه تخص بعض اللعيبه انت عايز تقول وجهه نظرك فيها وممكن تبقى متحرج مثلا وانت بتعلق على المباراه؟ يعني مين اللعيبه اللي عاجبينك ومين اللعيبه اللي مش عاجبينك وليك تحفظات عليهم في منتخب مصر؟ لا يعني انا مثلا علي جبر بتاع الزمالك لازم العبه يوم الاربعاء الجاي. علي جبر لان انا هحتاجه في مباراه تونس والسنغال بقوه، ما قعدوش ابدا وهو في الفورمه العاليه دي. تمام يا كابتن. وده مش عيب اللي هشيله، انت واخد بالك؟ هو اكتشف ابراهيم صلاح في نص الملعب حاجه جميله جدا الصراحه. مدافع قوي جدا، هو النني اللي استوى احد المكاسب. اتمنى ان محمد صلاح يعني هو كان بيلعب باسلوب ارض ما عليك الا انا، مستغل عودة مهارته مرة أخرى، هو غالة في كثير من المهارة، احنا عاوزين يستغل مهارته للمجموع، ودي اللي دايما اللي احنا لو استغل مهارته للمجموع هتقدر هيعمل انتاج كبير جدا. يعني انت لو شفت الجولين اللي جبناهم، اللعبتين الوحيدين اللي لعبناهم جماعي، واخد بالك؟ الجول الاول الحلو اللي شاطه النني النني نتيجه تفويته، والجول اللي سند عمرو. طيب. فانا بقول الاداء الجماعي وعندك مجموعه مهارات عاليه، هي دي بقى اللي يقدر شوقي غريب يلزم، في حاجه اسمها يلزم. انت واخد بالك، انت يبقى لك انت شكل ادائي جماعي خططي ملزم، وعندك المهاره اللي تستخدم، اللي اكتر من لعيب عنده مهاره. عمرو جمال يعني عمرو جمال يا كابتن يشيل منتخب مصر دلوقتي ولا باصص انت بعينك الخبيره على حد تاني؟ لا، حد تاني مين يعني؟ انا بسالك انت، لا، ما هو مفيش حد تاني بيني وبينك يعني. مفيش حد. تمام يا كابتن. ليه؟ لان انت دلوقتي محتاج العنصر القوه والسرعه. عندك محمد صلاح لازم تلعب جنبه واحد سريع زيه، ما لعبش واحد يقف له والتاني بيجري. تمام يا كابتن. لعب واحد عنده ميزه الالعاب الهوا. تمام يا كابتن. كده يعني. تمام يا كابتن. كابتن محمود بكر الخبير الكروي الكبير والمعلق الكبير، شكرا جزيلا لك. نروح لدكتور طارق برضه عشان الناس النهارده كلها بتتكلم في الموضوع دوت، واللي امبارح ما تابعناش في النهار رياضه بنعيد عليه مره اخرى من خلال دكتور طارق
الأدور والخبير باللوائح، وهو يقول لنا برضو وطبعا وصديقنا والإعلامي الكبير يقول لنا برضو إيه القصة فيما يخص لائحة الاتحاد الأفريقي فيما يخص صعود المنتخبات إلى كأس الأمم الأفريقية كأحسن توالد في حالة ما إذا إحنا كمنتخب مصر احتاجنا لهذا السيناريو، إن شاء الله ما نحتاجلوش من خلال فوزنا بالثلاث مباريات القادمة. دكتور طارق مساء الخير. اهلا بيك يا احمد، وحشني والله كتير، وانا سعيد ان انا اسمع صوتك. حبيبي يا دكتور، انت امبارح كنت معانا هنا في النهار رياضه، بس انا برضو حبينا برضو النهارده ناكد على الناس برضو اللي ما تابعناش اللائحه بتقول يا دكتور. هو بقى طبعا امبارح انا طبعا كان في هناك يمكن بالصدفه ما بعد مباراه مصر وبوتسوانا تابعت ناس كتير كانت بتتكلم على الفرص بتاعت مصر وبتاعت احتمالات صعودها، وبيتكلموا برضو على موضوع بالذات لما لقيت التركيز على افضل التوالد، فاردت طبعا التوضيح امبارح على البنود الكامله للائحه. الحقيقه هو اللبس بيحصل دايما نتيجه ان اللوائح للاتحاد الافريقي غير مطابقه للوائح الاتحاد الدولي، واللبس ده اللي بيعمل انت وانت بتتفرج على كاس العالم تيجي في المجموعات تبقى ما انتش عارف فرق الاهداف اللي هيحسم لو الفرقتين اتساووا في النقاط ولا المواجهات المباشره. تيجي على بطوله كاس امم يختلف الامر، فده اللي عامل المشكله دائما. فبالنسبه للائحه الاتحاد الافريقي بخصوص الخاصه بكاس الامم الافريقيه في مجموعاتها سواء في التصفيات او في مجموعات كاس الامم ايضا في النهائيات، بتقول ان البند الاول في تحديد ترتيب الفرق في المجموعه هو عدد النقاط، يعني فرق عندها 7 نقاط تبقى افضل من فرق عندها 6 نقاط وهكذا. البند الثاني على طول هو عكس الاتحاد الدولي بقى لفرق الاهداف وعدد الاهداف، لا البند الثاني على طول المواجهات المباشره. ايوه. ففي حاله اذا كانت كاس الامم دي في النهائيات الفرقتين بيلعبوا ماتش واحد يشوفوا نتيجتهم مع بعض، لو فرقه فازت على الثانيه يبقى هي اللي تفضل، لو كانوا متعادلين يلجأوا للبند الثالث وهكذا. البند الثاني المواجهات المباشره، لو المواجهات المباشره دي في دوري مجموعه في التصفيات زي ما احنا دلوقتي كده فما بيتاخدش ماتش واحد، لا بيتاخد مباراتي الذهاب والعوده معا ويتاخد نتيجتهم معا كمعيار اول لتحديد الترتيب، بمعنى انه قد الاحتمال الاكبر هنا في التساوي قد يكون بين مصر والسنغال اذا حصل اللي انا هقول لك عليه. اذا حصل ان مصر والسنغال، مصر دلوقتي هتفوز ان شاء الله على بوتسوانا الماتش الجاي تبقى 6 نقاط ان شاء الله، تونس تكسب السنغال، الاحتمال ده يتوقف ان تونس تكسب السنغال، السنغال تفضل 7 نقاط زي ما هي وتونس ترفع رصيدها الى بقى 10 نقاط. تمام. المهم ان السنغال تبقى 7 ومصر تبقى 6. مصر ان شاء الله تفوز على السنغال في المباراه التاليه تبقى 9 تبقى 9 والسنغال 7. السنغال هتلعب مع بوتسوانا الماتش الاخير مؤكد هتكسبها ب 10 بونت، فهيبقى 10. انت هتروح تتعادل مع تونس. يبقى 10 10. هنا بقى الناس كلها كانت فاكره ان انا اقول ايه، طب ما انا العب مع بوتسوانا ماتش كبير واسجل فيها 6 7 عشان اضمن فرق الاهداف، لا الكلام ده مش هيبقى يطبق. في حاله تعادل مصر والسنغال سنلجا مباشره الى البند الثاني اللي هو المواجهات المباشره. السنغال فازت على مصر في دكار 2-0، عشان اتفوق على السنغال في المواجهات المباشره لابد ان انا افوز بفارق اكتر من هدفين. تمام. يعني بفارق 3 اهداف فيما اكتر. تمام يا دكتور. طبعا عمليه صعبه. البند الثالث بقى في اللائحه بعد اذا تساوت المواجهات المباشره، نفرض ان مصر فازت على السنغال مثلا 2-0 وهي فازت عليها 2-0 في دكار. نلجا للبند الثالث اللي هو فارق الاهداف الاجمالي. تساوينا في فرق الاهداف الاجمالي، عدد الاهداف اللي مسجل في كل المباريات، العدد الاجمالي للاهداف، تساوينا بكده يبقى نلجا للبند الاخير في ماشي يا دكتور. ده السيناريو يا دكتور من ضمن السيناريوهات الكتير، اصل برضه ما حدش عارف بكره ايه اللي هيحصل، ما ممكن السنغال تعمل مفاجاه مع تونس في تونس، يعني خلينا في الاحتماليه يا دكتور اللي احنا برضه بنشتغل عليها، لان برضه يعني معلش احنا انا بكلمك بالمنطق. طبعا مباراة السنغال ان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرمنا فيها، بس انا بقول ايه لو في حالة ما احتاجنا لقصة بند افضل توالد. افضل توالد دي يا دكتور تتطبق ازاي؟ اللي حاصل اللبس فيها ديت فعلا هذه النقطة، وعشان كده دي عايزين فيها توضيح. بس انا يعني عايز اقول لك عشان الواحد يريح نفسه، الكابتن محمود بكر كنت سامعه قبل ما اخش معاك على الهوا قال لك ايه، احنا نكسب، انت عايز تكسب اللي كسبوك اصلا، يعني السنغال كسبتك بره ملعبك وتونس كسبتك في ملعبك، يبقى انت لازم تكسب الاثنين، يعني انت ريح نفسك تكسب كله هتوصل كده كده كتاني يا رب ده يحصل، ده كلنا بنتمناه. خش بقى خش على السيناريو التاني ده بقى، انا عايز اعرف عايز افهم ايه السيناريو بتاع احسن توالد ده.
سيناريو التوالد ده بقى هو اللي حاصل فيه اللبس الكبير بقى. ايوه الاتحاد الافريقي هو يمكن قلد الاتحاد الاوروبي في انه لما بيكون في مجموعات وعايزين ياخدوا افضل التواني او افضل التوالد، يعني عايز اخد فرقه واحده من مجموعات مختلفه. وجدوا ايه؟ ان دائما الفرق اللي في قاع المجموعه بصفه اوروبا مثلا ايه سان مارينو، مش عارف ايسلندا، الفرق التعبانه اللي هي ايه اللي دايما الفرق الكبيره في اوروبا الحصاله يا دكتور الحصاله، فالحصالات دي لا تعبر عن المستوى الحقيقي للمنتخبات. فقال لك ايه؟ دايما بيستبعد الفريق اللي في المركز الاخير في المجموعه. يستبعده يستبعد نتائجه معاه. ففي حاله تحديد التوالد انا مش هاخد التوالد كده بنقاطهم الكامله، لا هاخد التوالد بنتائجهم مع الاول والثاني فقط، ويستبعد نتائجهم مع الثالث اللي هو اضعف الفرق. هتلاقي مثلا عندنا بوتسوانا، ممكن تلاقي فرقه ثانيه في مجموعه ثانيه، تشاد في مجموعه ثالثه. فهمتك يا دكتور. يعني احنا كده دكتور نتائج بوتسوانا لو احنا احتاجنا المركز الثالث كافضل توالد هنلغي نتائج بوتسوانا مع الثلاث فرق الاولى. بالظبط كده. فانت هيجي مثلا هتبقى انت افرض انت جبت مع بوتسوانا ست نقاط، وجبت اجمالي مثلا يعني كسبت مثلا السنغال وتعادلت مع تونس، جبت كام؟ جبت اربع نقط في مواجهاتك اللي مع الفريقين الاول والثاني في الاربع مباريات. جبت خسرت الماتشين الذهاب وماتشين العوده، مثلا فزت في واحد منهم وتعادل في واحد منهم. تعادلت في واحد منهم، فجبت اربع نقاط. الاربع نقاط دول هتتصنف بيهم تصنيف جديد مع التوالد التانيين. في مجموعات بقى هتلاقي التوالد بتوعهم جابوا مثلا خمس نقط من الفرق الاولانيه في المجموعه، جابوا اقل من الفرقه الرابعه اللي في المجموعه دي. طب يا دكتور بالطريقه دي يا دكتور يبقى الموقف بالنسبه لنا كده مش لطيف، لان بوتسوانا دي بالظبط كده ده يعني دي اضعف فرقه في كل المجموعات تتهيألي. بالظبط. لا هو في مجموعات ثانيه واضح تلاقي فرق ما تاخدش نقاط، بس المشكله في ايه؟ انك انت هتلاقي في مجموعات الفرقه اللي في القاعه دي واخده نقط من الفرق الثانيه، وفي نفس الوقت ايه بقى؟ الفرق مع بعضها الثلاث فرق الاولين دول خدوا نقاط من بعض، فممكن تلاقي مثلا فرقه منهم هي الثالث لكن خدت في مواجهات تمام يا دكتور تمام مع الاول والثاني مثلا خمس نقط، انت تبقى واخد اربعه بس. نظرا لان فريق واحد صاحب مركز ثالث هو اللي هيصعب، فده بتصعب المأمورية جدا. انت اصلا عشان تاخد نقاط تخليك من افضل التوالد لازم تاخد لك الست نقاط بتوع تونس والسنغال، فانت لو خدت الست نقاط دول اصلا انت هتتاهل كتاني المجموعه، ما انتش محتاج بقى ملحق توالد ولا حاجه. ايوه دكتور ماشي. انا ليه مكلم حضرتك؟ لان انا النهارده تابعت كل زملائي واصدقائي واخواتي في البرامج الاخرى، لاحظت طبعا ان في ناس برضو يعني يمكن اختلط على الامر وما كانش عارفه لسه القصه اللي انت بتتكلم فيها. احنا دلوقتي بنخاطب كل المصريين، فممكن واحد ما يكونش اتفرج على برنامج الكابتن الفلاني او الاستاذ الفلاني وجه صادف انه اتفرج على العبد لله، وفاهم ان احنا لما ناخد التسع نقاط واحنا احسن تسع نقاط، يعني احنا اللي جبنا بس التسع نقاط نصعد افضل توالد. فوجودك معايا دلوقتي على التليفون مهم ان احنا نزيل هذا اللبس عند كل المشاهدين المصريين اللي بيتفرجوا علينا، ان دلوقتي تحديد افضل ثالث ان انت بتلغي نتائج الحصاله بتاعت المجموعه اللي هو المركز الرابع. بالظبط. وبالتبعيه موقف مصر في الحته دي مش لطيف. مش حلو. بالظبط. مش حلو. حظنا وحش. يعني هو طبعا انا عايز اقول لك على حاجه، هو اللي عمل فينا كده بيني وبينك هو ماتش واحد، ماتش تونس. انت تخسره في القاهره بالظبط، انما انت ايه حتى لو خسرت السنغال بره كنت ممكن تعوضها في القاهره. هو ماتش تونس يا دكتور، هو ماتش تونس دكتور تونس طارق هو اللي بوظ الدنيا، هو اللي بوظ الدنيا. بشكرك دكتور طارق الادور المعلق الكبير والخبير باللوائح في الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي. طبعا النهارده احنا قمنا الصبح او الظهر يعني في موضوعات كتير عايز اتكلم فيها، بس النهارده معانا ضيف مهم وصديقنا واخونا وحبيبنا وكابتن مصر كابتن عبد الظاهر الساقي. النهارده عنده اراء مهمه جدا عايزين نسمعها منه، النهارده كلام مهم قوي فيما يخص مسيره منتخب مصر وبعض التصريحات اللي ممكن تعجب البعض ما تعجبش البعض الاخر، رؤيته حتى الدنيا ماشيه راحه فين. بدعوكم ان انتوا تسمعوا النهارده عبد الظاهر الساقي كلام مختلف النهارده.